صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. هنتكلم دلوقتي عن وقت التضحية. إيه الوقت بتاعها؟ وقت البداية والنهاية. كل حاجة في ديننا منضبطة بالوقت. بداية وقت ذبح الأضحية بيدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر اللي هو بكرة غدا إن شاء الله، وإحنا خلاص دخلنا في ليلة اليوم العاشر، بعد طلوع شمس اليوم العاشر من شهر ذي الحجة اللي بيطلق عليه يوم النحر، وبعد دخول وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى ده اللي هو بيبتدي بعد الشروق بتلت ساعة، وكمان بعد مرور الوقت اللي يسع ان احنا هنصلي صلاة العيد، صلاة الركعتين، صلاة العيد، ويسع خطبتين خفيفتين هيقولهم الإمام. وبعد كده ده البداية بتاعته، وبينتهي بعد كده وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. الوقت النهاية بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. يعني إحنا عندنا أيام النحر أربعة أيام، يوم العيد اللي هو بكرة إن شاء الله اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتلت أيام بعده اللي هي أيام التشريق. وده قول الشافعية، وهو قول الشافعية، واحتج الشافعية على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. بيستحب للمضحي اللي هيضحي عند التضحية إنه يدعي، ولازم نستشعر إن إحنا بنقوم بنسك، بنقوم بعبادة، بنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أمرنا أن نتقرب به إليه. فلازم الإنسان يستحضر حال أنه يؤدي عبادة فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا: اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فتدعو. ويستحب كذلك أن تسمي فتقول: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يقبل ما تصنع: ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.